ولا شك أنه سيدخل الجنة كل من آمن بالله تعالى ووحدانيته، وسيصل كل من آمن من أعماق قلبه بأسس الإيمان إلى النعمة الأبدية. ومهمتنا هي الصدق في إيماننا والالتزام بالعبودية لله تعالى حتى آخر أنفاسنا، كما يجب علينا إظهار إيماننا في كلامنا وتصرفاتنا وأعمالنا الحسنة. أحبتي، الخطوة الثانية في الطريق إلى الجنة هي العمل الصالح، ولا حدود للأعمال الصالحة والتصرفات الجميلة التي نتمنى من خلالها نيل رضا الله تعالى. كل كلمة طيبة نلفظها ونتكلم بها من خلال إيماننا بالعبودية لله تعالى، وكل تصرف يليق بشرف الإنسانية، وكل نية نبتغي بها وجه الله تعالى، فهي من جملة الأعمال الصالحة. الأهم في ذلك ألا نعيد عن الصدق، وألا نجعل رضا الله سبحانه وتعالى وراء أغراض شتى. أيها المؤمنون الأعزاء، الطريق الآمن والأفضل الذي يوصل إلى الذروة ويوصل المؤمن إلى الجنة هو الأخلاق الجميلة. يتميز المؤمن بتصرفاته ذات الشفقة والأخلاق الجميلة تجاه أمه وأبيه وزوجه وأولاده وجيرانه وأقاربه، بل وكل مخلوق حي. لا يؤذي المؤمن أي أحد سواء كان بيده أو بلسانه، ويمنح الثقة لمن يحيط به، ويكون مستقيما كما أمر ربنا تعالى، ولا يتخلى عن هذه الاستقامة، ولا يكذب أبدا وإن أيقن أن الضرر سيصيبه، ويفي بالوعد والعهد، ولا يسرف عمره بالأعمال الفانية والتي لا فائدة لها. أحبتي، السالك إلى طريق الجنة يبتغي وجه الله في شأن كله وفي كل لحظة طوال حياته. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله